دخيت. اوه ماي جاد بحبه. قلت له بحبك سوري. تايلس كي جي زين عارف اني جاي؟ لا صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. جايز هذا فيديو جديد وانا متلج عم بتلج قلبي برا. هلا انا عم حمل السياره والشنط تبعي بقلب السياره. بفيديو اليوم قررت سافر وانزل على لبنان وحسين ما بيعرف انه انا نازله وما في حدا بيعرف انه انا نازله من اهل حسين بس من اهلي ورفقاتي. ماني نازله لحالي، بابا نازل معي. وجايز ما بدي اذكركم اذا ما كنتوا عاملين اشتراك للقناه ومفعلين الجرس بليز تذكروا انه تفعلوا الجرس، لانه مش بكره، النهار اللي بعده يعني بعد بكره رح ينزل فيديو لما نروح انا وحسين نفاجئ اهله بالبيت. اوكي سو هيدا الفيديو رح ينزل بعد بكره، ففعلوا الجرس لحتى كمان تقدروا يوصلكم نوتيفيكيشن انه نزل هيدا الفيديو لحتى تروحوا تشوفوا. هلا اللي رح يصير بموضوع حسين انه هو تكنيكلي اذا حكاني وانا كنت على الطياره ما في يرد لانه ما حيوصلني. انا صار لي شهر تقريبا ما عندي خط، حرفيا ما عندي خط، يعني بتشوفوا فوق نو سيرفيس. فكنت صار لي فتره دغري مثلا بروح على الشغل، انا عندي واي فاي بالشغل، فبوقف الواي فاي او بقول له مثلا انا عم بشتغل بطابق ما فيه انترنت، بوقف الواي فاي او بعمل ديليت لواتساب. فصار لي فتره على هيدي الحاله، فخلص ويتاقلم مع فكره اذا انا بالشغل يعني انا ما عندي انترنت كل الوقت. هاي يا عمري يا بنتي، يا عمري يا بنتي. ليه كاين عن طالب ايه؟ يونايتد. ايه شو يونايتد بابا؟ شو الاير على الدلتا؟ دلتا. سوق كثير على مهلك بابا لانه كثير في وقت. نحن هلا يعني بعد الساعه 8:30. ايه اوكي ما بعرف ليه مشينا هالقد بكير. 8:30 بعدها؟ ايه طيب نعمل ترويقه بنتروق اذا كان شيء. خلوا الاغراض بالسياره. لا خلص رجع بلشت. خلص بنمشي بس انه سوق على مهلك يعني. انجوي يور رايد. انجوي ماي رايد. ماما نحن هلا لما يرجع لما نوصلهم نعمل ترويقه على رواق انا وياك. نعمل فتة ناكل لحالنا على رواق وي انجوي يعني بصراحه. حطيت هول الشنط مؤقت. كنا نحتاجكم. اعطيتك المفتاح سي. لاف يو نو ستوري سي يو سون ان لبنان. بابا جاهز لرفقتي؟ انا رفقتي كثير حلوه. والله ماني جاهز لشيء. هلا عملنا تشيك ان وفتنا وناطرين الطيارة لحتى تنطلق. كل الشنط فاتوا قطعوا، كتير اخدين مقاعد هنيك، فرح اشيل الاغراض وحطهم. الرموش ما بعرف اذا بدي شيلها هلا رح اطلع لهون هيدي الميله، لانه بصراحه حسيتهم كتير اوفر. هلا انا ماني حاطه شيء، بس الفكره انه إذا حطيت يعني إذا حطيت ما بعرف. هلا قلت له لماهر يجيب لي معه جاكيت سودا من البيت لأنه ما بدي ألبس هيدا كتير كبير وهيك وطويل. عم فكر إنه ألبس هيك هودي يبقى سودا مع التياب اللي لبستهم. لا كتير مريح نفسياً إنه أنتوا شو تعملوا؟ تشيلوا الرموش. هيدي الشنطة فيها كل الأغراض اللي بدي إياهم بأول نهار، لأنه أول نهار ما رح نكون بالبيت أنا وحسين، فجبت لإلي ولإله هيك أغراض شوي. يا الله شو ارتاحت نفسيتي بس شلتهم. ولا الوقت عندي 4:15، فبتوقيت لبنان الوقت 11:15، يعني صار تقريبا وقت النوم. هلا بدي اشتغل بعتقد هلا احضر هيك شيء سيريز. Ladies and gentlemen, welcome to Paris, Charles de Gaulle Airport. ياي كل شيء تمام والتخطيطات ماشية منيحة. شو قلت له؟ الله. Thank you. عن جد ايدي شو Thank you. أنا هيك المربط تحفيز. بابا هول الاثنين. هول الاثنين شنطتنا. يا الله أنا مبسوط. حبيبي. حبيبي. يا عمي كيفنا؟ مفاجأة والله مش عارفة إنك جاية. شفتي؟ أهلا وسهلا. بس يا عمتو درجة الحرارة 9000 تحت الصفر. دودي
انا لاف يو يو اوفرني مراتي بوسه فلاي كيس فلاي كيس اشتقت لك كثير 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 هلا بناخدها من البيت زين عارف اني جاي لا عمو ما تقول اني انا جيت او بابا اجى لبكره اوكي هذا ما فيش حدا حسين نفكر بابا بكره جايه لا قصدي لبكره لنفاجئ اهله خلص يعرف بده كيف ركبتيها على حسين انك هول يومين كيف عم تحكي ماما بدق لك فيديو كول صار لي شي شهر ما معي خط بامريكا بعت خطي عرفت كيف قصدا كرمال هالوقت كرمال هالوقت فبروح على الشغل ما عندي انترنت بظهر من البيت بروح على المول ما عندي انترنت انا بعثت لك صوره انت كاتبه مين كاتبه شو مين عمو يمكن انت معك رقمي بتعرف اي رقم ما قبل قبل القبلي طفيتوني قتلتوني طفيت النور ولا لعتني رجعتوني وأندي للزيت الله هيدا الوضع بلبنان طلع اللي خلق لبنان شو عمو أنا عم صور باليوتيوب شو معرفني شو عم رأبك عمي أنا وانا عم صوري وصلت هلأ ناطرة دوحة لتنزل دقيتلها ورح تنزل بس المشكلة اللي بدنا نعملها انه بدنا ندق هلأ لرائف مش بس حتى ندق لرائف بدنا نروح على الشقة قبل يا الله انا خايفة كمان هلأ يروحوا البطارية Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you mean? We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know of sadness The anxious and panic The infinite vastness Of all that is blackness If we only could talk just a little Find a place where the past is forgiven You moved on, I am stuck in the middle Tried to run, but there's nowhere to go Even in my sleep I'm calling out your name But I never wanted things to be this way بس قلت بكون بيت حدا من رفقاته لماهر هون حسين سوري انه كنت بعرف من شي اربع شهور انا عارف من هلا من يومين ثلاثة عرفت ثاني واحد انت ما في امن لك انا كل يوم تظهر معه يعني ولا خطر ببالي في شيء مغير قد ما قد ما لعبتك مظبوط يعني طريقة الحكي على الواتساب شو عم بيصير معها انه امبارح كنت متضايقة من الشغل طلع مش متضايقة من الشغل انا امبارح كنت اوف صار لي من الاحد ما رايحة على الشغل حقيقة ما قالت لي انا متضايقة من الشغل
امبارح انقذت انا. يا جايز بالنا انا ليه مش مخبيه هلا احسن ركز هلا احسن مش فهمان شيء ونزعت له شعره نعيم يا حتى لما قلت لي من يومين انك رايح تحلق انا قلت لا حسين انه عارف انه انا جاي معنا كل جمعه بحلق ايه بس ما بعرف ليه قلت خلص انه ليه هلا جايز وهيك وصلنا على لبنان وهيك شفنا حسين وهيك شفنا اصحابنا بكره رح يكون نهار جديد رح نصور فيه السربرايز اللي بنشوف فيها اهل الحسين كلياتهم فرح نعمل لهم مفاجاه كمان فما تنسوا تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم اشعار لما ينزل الفيديو اللي فيه السربرايز تبع العائله كلياتها قلبي انا باي مش عم بفهم والله مش عم